سالي سعيد. سالي مرحبا. اهلا بالساده المتابعين والساده المتابعات سيد المتابعات في الحلقه 42 من السلسله العامه والحلقه العاشره من او الحلقه الثامنه من سلسله تاريخيه النص. توقفنا في المره السابقه عند القراءات والتواتر. هذه الحلقه سوف نتحدث من هم القراء. فوالا من هم نحن نتكلموا هذه المره على القراء ال14 اللي هما كل الروايات تاع القران مستنده لهم. الروايات تاع القران روايه القراءات مستنده لهم، ماشي روايه القراءات فقط، روايه النص وروايات القراءات. دونك روايات النص وروايات القراءات، لانه النص احنا قلنا بلي النص في البدايه في يولي الثمانيه صحابه وقلناهم، مش قاش نعودهم، ذكرناهم سميناهم ثمانية. بيان سور زيد ابن مسعود، أبي، عمر، أبو الدرداء، أبو موسى الأشعري. مش قاش نكملوهم ذكرناهم مهم مذكورين ذكرناهم. هذو الثمانية هما مصدر التواتر. هذو هما الثمانية فقط، هذو الثمانية صحابة فقط الذين يروى عنهم من بين 120 ألف صحابي خلاهم الرسول حيين كي توفى. يعني عدد الريسونسمون، عدد المسلمين لما الرسول توفى في اللحظة اللي توفى فيها الرسول، عدد المسلمين كان 120 ألف، وهذا كلام ابن كثير في تاريخه، ممكن تراجعه. ابن كثير يقول في هذه اللحظة في هذه المسألة دونك 120 ألف. ابن كثير يقول باللي حجة الوداع حضرها 120 ألف، وحجة الوداع الرسول زاد مورها 80 يوم وتوفى. دونك يافي 120 مسلمون في اللحظه تاع الوفاه تاعو. بهذا كلام ابن كثير في التاريخ نتاعو. اذن هذو 120 الف مسلم، كاين 8 منهم فقط اللي وصلنا من عندهم القران كامل كنص 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 وك انفاتير ك كنص وكقراءات. هذه أني نهضر على النص والقراءات الرسمية، لأنه بعد نشوف باللي كاين، قلنا باللي كاين قراءات واحدة أخرى غير رسمية. القراءات اللي رسمية واللي ننجم نقوله باللي كلها تدور حول مصحف عثمان، مصحف اللي داروا الخليفة الثالث، هذه كلها مروية عن 8 صحابة فقط وسميناها. درك هذا 8 صحابة بيان سور سلسلة الرواة عنهم ترتبط بمجموعة من اللي يسموهم القراء أو أئمة القراءات. شحال منهم هذو؟ 14 معروفين. كاين السبعة اللي يسموها قراءات متواترة أو القراءات السبع المتواترة، دوك نشوفوهم كامل شكون هذو الناس القراء. ومن السبعة للعشرة كاين ثلاثة واحد أخرين يسموهم أصحاب القراءات المشهورة، ولكن يقول لك القراءات المشهورة دوك نجي لهذه القراءات المشهوره بعد العشره، الاربعه اللي فوق العشره هذوك يقول لك يسموهم اصحاب القراءات اللي يعتبرهم قراءات شاذه. ولكن دوك نشوفوا باللي الذهبي يكذب هذا الكلام. الذهبي يقول لك دوك نشوفوا واش يهضر عليهم، يهضروا عليهم في التراجم. دونك حنا دوك راح نشوفوا من هما هذو القراء ال14، بدايه من السبعه اللي يقول لك القراءه تاعهم متواتره بمعنى تجوز بها الصلاه، تجوز بها الصلاة والتعبد، تلاوة وتعبد وصلاة. هذا يعني اللي بعد السبعة يقول لك إذا تصلي بالقراءات اللي بعد السبعة يعني دونك صلاتك شغل مشكوك فيها، لأنه هي ماهيش تعبدية، ماهيش تعبدية، يعني تقريبا لا يجوز بها التعبد عند الجماهير يعني تاع الفقهاء. إذا نبدأ بالقارئ الأول. شكون هو الإمام الأول من أئمة القراءة المشهور؟ اللي هو نافع. نافع اللي احنا في الجزائر ناخذوا عليه، الجزائر تونس والمغرب ناخذوا عليه قراءة ورش وقالون تلاميذه. عنده زوج تلاميذ. نافع هو شكون هو؟ هو أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم المداني، عاش في المدينة، ولد سنة 70 هجرية وتوفي سنة 69 و100. هذا نافع عنده زوج تلاميذ مشهورين، قالون وورش. قالون وورش حنا ناخذوا قراءة ورش. قالون قراءة كانت شائعة في تونس، ونظن ربما ما زالت شائعة اليوم. أنا نشفى كان عندي واحد الوقت واحد المصحف تاع قالون، مانيش عارف وين راه، هو مشهور في تونس. ما كانش اختلاف كبير. ما كانش هي شوف قالون وورش
وكان الشعور بلا هكا يقدر يقدر النص نفسه النص نفسه القراءات تتغير في المدود والاخر هذه انا جو بونس بالك اني غلط انا مي جافي لامبرسيون بلي النص هو نفسه حرف بحرف همزه بهمزه لا لا ماشي لهالدرجه كاين مصحف حفص ومصحف ورش كاين ماشي نقول لك ماشي حرف بحرف لا لا حفص ورش احيانا تلقى كلمه تنقص شوف لا لا حفص ورش انا عارف بس احنا نقول ورش وقالوا نعم ورش وقالوا نعم. هو نفس المصحف لان شيخهم واحد لان شيخهم واحد شيخهم واحد القراءتين في الخصمه في المدود وفي تختلف والايمالات والايمالات هذه هي بصح النص كستركتور كحروف هو نفس كهمزات هو نفسه كبنيه 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 هو نفسه حرف بحرف هو نفسه اذا هذا اذا هذا ورش يعني دقنا هنا ندخلوا في واحده النكته مهمه جدا في علوم القراءات وعلوم الحديث الناس ما يعرفوهاش مع اغلب الناس اللي ماشي مختصين ما على بالهمش بها هي ماذا هي انه دوك الجماعه اللي راهم يتكلموا على اسقاط السنه ويتمسخروا بالبخاري ويجيب لهم ربي ما شاف يتكلموا بالبخاري انا لا اقدس البخاري انا نشوف باللي بخاري وتكلمت عليه في الاعلام البخاري عنده غلطات وكاين احاديث ترفض البخاري ماشي مشكل لكن لما تجي تقول لي جو روجيت البخاري اون بلوك صحه وعندك مسلم عندك الترمذي عندك ابو داود عندك النسائي عندك ابن ماجه عندك الدارمي عندك سعيد بن منصور عندك احمد عندك عشرات المحدثين اللي كتبوا عندك ابن ابي شيبه عنده المصنف دار كتاب موسوعه 40 مجلد هذوك كاتبين طبعا عندهم عنده كتب اصحاب الكتب تاع السنه عندك مثلا المصنف تاع ابن عبد الرزاق الصنعاني عفوا تقريبا 12 مجلد ابن ابي شيبه تقريبا 40 مجلد عندك الموطأ الامام مالك عندك عشرات الكتب تاع السنه يعني هل انت تستطيع أن تثبت صح راك أثبت أنا لا أوافق قضية أنه البخاري أسطورة هذاك أنا أشوفها إيديولوجيا أكثر منها بحث علمية باش نتفاهموا ننتقد البخاري أوكي ننتقده ونرفض منه ننجم نرفض منه 30% أو 50% من الأحاديث تاعو ماشي مشكلة بأدلة باستدلال علمي ولكن جيت تقول لي البخاري كذا أون بلوك أجوتي لدينا ما لا اتفقنا مشي علمي لان هذا حتى المستشرقين ما قدروش يثبتونه حتى الاستشراق ما قدرش يثبت هذه المساله حتى الاستشراق ما قدرش يعني يرمي او يتخلص من السنه هكذا بالسهوله هذه اون بلوك رغم انه المستشرقين انتقدوا بزاف السنه انتقدوها بشكل لاذع ديفوا ولكن ما قدروش يجيبوا ادله بلي يمكن رميها هكذا اون بلوك ان نتخلصوا منها زعما هكذا اون بلوك ما قدروش يجيبوها ما علينا دونك الموقف الايديولوجي ما يقولكش ان نرمي البخاري اون طونك بخاري خذ نشكك فيه وندي فيه الاخر الموقف الايديولوجي يقول لك انا لا اخذ بالبخاري اي لا اخذ به بس لماذا لا اخذ به لانه غير صحيح لماذا لا اخذ به واش يقول لك نو الموقف الايديولوجي يقول لك انايا رسالة الرسول لم تكن البخاري ونهى عن خصم كتابة البخاري وأمثاله يقول لك بليك الرسول كان عنده رسالة ورسالته هي ما بين دفتي المصحف الموقف الإيديولوجي الذي يقول به جنرال من القرآنيين يقول لك أنا يا ما عندي علاه لا خصم البخاري لا أرفضه أون طونك تكست حبيبي نعم ولكن ما هو بين دفتي المصحف مروي بأسانيد السنة هذه شفناها بأسانيد البخاري أيضا إذن ما هو الدليل يعني كيف تصنع باش ترمي اسانيد البخاري ويبقاو سالمين عندك اسانيد النص اللي بين دفتي المصحف هنا جوستومون دونك هنا كي تجي تدقق تلقى رجال البخاري اغلب رجال البخاري اكثر ثقه وضبطا وعداله تلقى رجال البخاري رجال مسلم رجال السنه رجال الحديث اغلبيه الساحقه تاعهم رجال الصحاح بيان سور يعني ماشي اللي مروي لهم مثلا في البخاري ومسلم في الكتب الصحيحه رجال الصحيح اغلبهم هم اكثر ضبطا وعداله وحفظا من الرجال اللي القراء تاع القراءات ائمه القراءات اللي يرويوا القران مثلا اسمع هنا نحبسك ثاني نقطه باش كنا نهضروا في الموقف الايديولوجي واش يقول لك شوف يقول لك القران التنزيل سمي كما حبيت هذا قرئ في العلن وفي الصلوات تولية على دونك سي نورمال كل الناس تسمعوا لها الوغ كو الحديث دائما كاين جماعه برك من الناس التي شهدته قرئ نص عثمان اما النصوص الاخرى قمعت كانت تمنع من القراءه اسمعني نص عثمان هو الذي قرئ اسمعني الرسول كي كان يصلي بالناس
صلى بنص عثمان ولا صلى بنص خصمي ودفاع؟ كان يقرا علنا. كان يقرا علنا. وش معناتها؟ معناتها القران اذا قلنا بلك مثلا قل هو الله احد الله الصمد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما كانش واحد ولا جوج اللي كانوا حاضرين في الحادثه اللي تقرا، كانوا كاين 100. اوكي بالعقل. معليش لا 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 اصبر حبسك، انا اصبر بالعقل. الرسول كان يقرا، لا يمنع ان غيره كان يقرا بما يخالف قراءته. ما يمنعش أن بعض المسلمين كانوا يقرأوا على خلاف قراءة الرسول، لأنه عندنا قراءات تاع الرسول صحيحة وثابتة تخالف نص عثمان. فو سافوار أوسي هذا الشيء. هناك قراءات يقول لك كاين في الكتب السنة يقول لك باب قراءة الرسول. كاين قراءات مروية بالأسانيد الصحيحة عن الرسول تخالف ما في مصحف عثمان. يعني كانوا كاينين ناس يقرأوا على خلاف قراءة الرسول ويقرهم بسكوت، ما عندوش مشكلة. كانوا ناس لا هذه يعني شفناها بلك الرسول ما كانش عنده مشكلة مع مثلا تبديل كلمة في ما كان كلمة. المهم المعنى يوصل. ما هو المهم المعنى يوصل، ما كانش عنده مشكلة أن الناس يقرأوها. بيان سور كي نقول لك يخالفوه ماشي معناه يقرأوا معنى مناقض لوش يقرأوها. لا 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 هذه فهمها. هذا هو هذه حضرناها بالتفصيل. بالتفصيل. إذن لما نجيو لدراسة درك نجيو لدراسة هذا 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 الرواة تاع القراءات منهم نشوفوا باللي بعض منهم أو نسبة بلاك مانيش عارف شحال النسبة مئوية، لكن درك تشوفوا عدة من رجال القراءات المشهورين القراء ال 14 ضعفوا في الحديث، ضعفوا هما ياخذوا عليهم في القراءة بصح في الحديث ما يصلحوش. إذا أنت كي تجي تقول لي ما بين دفتي المصحف، هذا لا يعني أنه أعلى درجة في الرواية مما في السنة. والرسول كان يقرأ القرآن علناً، والأحاديث الثانية كان يقولها علناً، على وكان يقولها الأحاديث في السرية. الأحاديث وين كان يقولها؟ ما كانوش وراه 100 واحد يصلي. لا 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 لا، كان يقولها في خطب الجمعة، خطب أحاديثه كان يقولها في خطب الجمعة، الجمعة يجوا ناس بزاف اللي يصلوا وراه يسمعوه. كاين أحاديث قالها في حجة الوداع، سمعوها 100,000، 120,000. يعني ما اني الرسول ماشي دائما كان يتكلم، ماشي دائما كان يتكلم في جلسه صغيره، احيانا كان يتكلم في جلسه في جلسات واسعه فيها غاشي فيها ناس بزاف. دوك نشوفوا الكلام تاع الذهبي ثاني يقول لك باللي عنده كلام مهم جدا في التواتر. يقول لك مثلا لما حاجه تتواتر ماشي ضروري تتواتر عند كاع الناس، احيانا معلومه تتواتر عند الناس المعنيين بها بشكل مباشر وناخذوها. يعني مثلا كي تكون معلومه طبيه وتتواتر عند الاطباء يؤخذ بها على انها متواتره، مش ضروري معلومات الطب تتواتر عند النجارين والخضارين والسباغين. معلومات الطب تقدر تتواتر عند اهل الطب وتصبح متواتره. معلومات الحديث كي تتواتر عند المحدثين تصبح متواتره، مش ضروري تتواتر عند كاع الامه، مش كاع الامه تقرا الحديث او مختصه في الحديث. دونك نبداو دركا شكون هما هاد الناس. نبداو بورش مثلا، الامام ورش. الامام نافع. نافع باردون، نافع تلاميذ ورش وقال نافع. قلنا نافع شكون وثقه؟ وثقه ابن معين، يحيى بن معين مشهور من رجال الحديث المشهورين من الحفاظ. ابن معين وثقه، يقول لك ثقه يعني في خلاص في اعلى الدرجات. ابو حاتم الرازي يقول صدوق. صدوق معناها الحديث تاعو ماشي صحيح، حسن، ينزل عند درجه الصحه. هذه بارابور النافع، بارابور النافع المدني موقفه الامام نافع من 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 الحديث، درجته في الحديث عند المحدثين درجته لانه في القراءه ما راناش لا 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 ما راناش، هو في القراءه حجه. اش فهموا هذو كاع اللي رانا نحكوا فيهم، هذو ال14 اللي رانا نحكوا عليهم هما حجه في القراءات. ذكرنا نهضروا عليه درجتهم في درجة التوثيق تاعهم في الحديث. في الحديث كمل، ماشي في القراءة. في الحديث نافع ابن معين يقول ثقة، يعني خلاص سي بون حديثه صحيح. أبو حاتم الرازي يقول صدوق، وكي يقول صدوق، صدوق يعني حديثه ينزل عند درجة صحيح، يعني يعتبر حسن، حديث حسن ماشي في أعلى درجات الصحة، ماشي صحيح، حسن. أوكي الحسن يعتبر حجة في أشياء وحجه في ماهوش حجه في اشياء اخرى. اوكي صح. مثلا الحديث الحسن لا يؤخذ به في العقائد، لانه يؤخذ يمكن ان يؤخذ به في الفقه في الفضائل، وربما بعض الفقهاء ما يعتبروش الحديث الحسن حجه في الحلال والحرام، لانه يعني يقول لك انا الحلال والحرام اشترط الصحه وما فوق الصحه تحت الصحه، ولو يكون حسن او ضعيف ما نقبلوش. الحسن ماشي ضعيف باش نتفاهموا، الحسن يعني عليه يقول لك حديث حسن، لانه لما واحد من الرواة يكون الضبط تاعو ضعيف
ماشي عداله ماشي العداله ماشي السلوك تاعو التقوى لا ماشي السلوك الشخصي سي با لو رابيتي ماشي العداله الضبط الحفظ تاعو ما يحفظش مليح ما يحفظش مليح هذا كيكون فيه شويه ضعف في الحفظ شويه ضعف في الحفظ يعتبروه يقول لك حديثه ينزل عن درجه صحيح يصبح حسن وهذه هي حاله ورش حاله نافع نافع امام نافع نافع هذا كان حجه في القراءه هما قاع حجج في القراءات ولكن في الحديث كان البعض كان ما يعتبروش الحديث تاعو صحيح يعتبروه ينزل عن درجه صحيح النسائي كيف كيف ليس به بأس معناها ماهوش ثقه ماشي في درجه على درجات الثقه ليس به بأس معناتها يعني كما يقولوا في سوريا ماشي حاله ماشي حاله لا بأس به احمد يقول لك ضعيف كريم الامام احمد يضعف ورش في الحديث يضعف نافع كريم يضعف نافع باردون ورش اليوم يهضر علينا ورش نافع يضعف الامام نافع الامام نافع الامام احمد بن حنبل يقول نافع يقول نافع ضعيف في الحديث السؤال هنا واش ممكن تبقى المصدر هو هنا المصدر اسمه ذهبي الذهبي في سير اعلام النبلاء سير اعلام النبلاء هذا الكلام تلقاوه عند الذهبي في سير اعلام النبلاء ترجمه نافع الجزء السابع الطبقه السابعه صفحه او صفحه انا يا رجعت للصيغه الالكترونيه ميك في الجزء السابع هو في تلقى في قائمه في الفهرست تلقى التراجم تروح لترجمه نافع حرف النون تلقى سي الصفحه سي 338 اي بيان 338 اي عندي 338 دونك اذا هذا بالنسبه لنافع اذا النسائي والرازي واحمد يقول لك لا يصل احمد يضعفه كريمه نسائي والاخر يقول لا باس به وصدوق معناها ينزل عن درجه صح حديثه لا يعتبر صحيح اذا هذا اول واحد من ائمه القراءات حجه في القراءه ولكن في الحديث ماهوش حجه لماذا لانه ماشي لانه لم يكن يشتغل بالحديث كان يشتغل بالقراءات داكور ما كانش مختص في الحديث كان مختص في روايه القراءه في القران داكور دونك في الحديث اوتوماتيكمون ما راحش يكون متقن ايفيدامون دونك انت تلتها تتخصص مثلا تلتها تدرب غير في الفوت ما كاش راح تكون متقن في الفوت ومتقن في كاع الرياضات اذا هو متقن في الاحاد في القراءات ولكن في الاحاديث ما واغلب هذوما ما كانوش محدثين يعني اغلب تقريب كلهم هذو ائمه القراءات ولهذا يعتبروهم حجه في القراءات ومشي حجه في ماشي حجج في الحديث ماشي حجج في الحديث هذا بالنسبه واش راني نشوف بالنسبه للنافع انا واش راني نشوف راني نشوف فهمت بديت نفهم علاش كان كاين اسلام المفسرين واسلام القراء واسلام المحدثين واسلام المتكلمين واسلام الفقهاء واسلام الفلاسفه على حساب دومين تاع الاختصاص مجال الاختصاص لانه هذا قارئ هذا هو يقول لك هذا هما يقولوش القراءات في البدايه كانوا يقولوا الحروف يقول لك حجه في الحروف يقصدوا حروف القران دونك الثاني شكون هو ابن كثير عبد الله ابن كثير يروى عنه يروي عنه تلاميذ ابن كثير تلاميذ كاين البزي ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم والثاني قنبل محمد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي هذو هما الزوج تلاميذ تاع ابن كثير ابن كثير هذا دونك ابن كثير هذا يا هذا معليش غبار ابن كثير هذا قليل الحديث كان الحديث يقول عليه الذهبي في السير الجزء الخامس يقول قليل الحديث من رجال الصحيحين من رجال البخاري ومسلم يروي عليه البخاري دونك لا غبار عليه ثقه لا غبار عليه هذا ما عندوش مشكله لا في الحديث ولا في القراءات في القراءات حجه ماشي مشكل عاصم بن ابي النجود اللي يروي عليه حفص عاصم بن ابي النجود يروي عليه حفص وشكون ثاني يروي عليه حفص واسمه هذاك حمزة لا نسيتهم كان الور حفص الدوس عاصم بالعقل لا معليش عاصم يروي عنه
عاصم يروي عنه شعبة وحفص. شعبة أبو بكر بن عياش الأسدي، شعبة وحفص هذو زوج يروي عن عاصم. داكور سعد. دونك بالعقل إذن هذا قلنا عاصم بن أبي النجود كان كيف حكيته كما نافع المدني، كان ثبتا في القراءة، حجة في القراءة، صدوقا في الحديث، يعني حديثه ينزل عند درجة الصحة كيف يعتبر حسن. الحديث الحسن ماشي نجوجو على 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 القراء. لا سي امبورطون، سي تري امبورطون، سي امبورطون، ضروري الناس تعرف واش يقولوا عليهم هذ الناس المحدثين. بسرعه برك، الذهبي كيف سير على من بلاء الجزء السادس يهضر على القارئ الرابع ابو عمرو بن العلاء. ابو عمرو بن العلاء هذا ثقه، معليش غبار في الحديث، هذا ثقه في الحديث، معليش غبار. حمزه بن حبيب يهضر عليه الذهبي في سير اعلام النبلاء الجزء السابع. الوغ هذا هذا فارسي اصله، من الموالي اصله فارسي، هما اغلبهم من الموالي. كيف هذا حمزه ثقه، وثقه ابن معين، والنسائي يقول عليه ليس به بأس، يعني في درجه نافع، في درجة نافع، يعني حديثه ينزل عن درجة الصحة. الساجي ثان قال صدوق سيء الحفظ. الساجي ثاني من رجال الجرح والتعديل قال هذا حمزة بن حبيب حجة في القراءة ولكن في الحديث صدوق سيء الحفظ، معناها ما يكذبش ولكن الحفظ تاعه ضعيف، سيء الحفظ، حفظه سيء. هلا فوالا دونك زيد شكون ثاني اللي بعده؟ نافع قلنا عليه، عاصم قلنا عليه، ابن كثير قلنا عليه بالعقل، نافع تكلمنا عليه بالعقل. اللي بعده هو الكسائي، علي بن حمزه الكسائي النحوي. الكسائي كان من ائمه النحو، ثاني كان من ائمه حجه في القراءه وحجه في النحو، عنده بزاف كتب ثاني في النحو. كيفاش يقولوا عليه في الحديث؟ شوف هنا انا حبيت نلفت مساله واحده اخرى، انه الناس كانت تسمع قراءه هذوما، يسمعوا لهم كيف يقراوا ويضبطوا المصاحف على قراءتهم. قال ابن الانباري عنده كتاب المصاحف، كاين عنده كتاب كما ابن ابي داود، عنده كتاب اسمه كتاب المصاحف. قال لك ابن الانباري اجتمع فيه انه كان اعلم الناس بالنحو واوحدهم في علم القران، كان يجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو وهم يضبطون عنه حتى الوقوف. يضبطون عنه، يضبطون المصاحف. يضبطوا المصاحف. باش يفهموا الناس بلي كان المصاحف في ذاك الوقت ما كانت لا مشكلة لا والو. كانوا الناس يضبطوها، يشكلوا ويضبطوا، كل واحد يضبط لروحه المصحف تاعو على قراءة القراء. يستمعوا القراءة. يعني المصحف مبني على الرواية. ماشي العكس. مصحف معناها المصحف ما بين الدفتين لا يقوم بذاته، يقوم بالروايات. وهذا واش انا حابين نوصلوا للناس، هذا هو المهم. كان الناس يضبطون مصاحفهم في الجلسات تاع الاستماع لائمه القراءه. يجلس القارئ كيما دوك يقعد عبد الباسط ولا الحصاري ولا المنشاوي ولا اللي بغيت يسمي عليه السوديسي، ولا يقعد في المسجد الحرام والناس راهي تسمع. كل واحد وين يوقف يديروا صاد، شاهد مصحف وين يوقف يديروا صاد، وين يدير ضمه يديروا، وين يضم يديروا ضمه، وين يفتح يديروا فتحه وهي رايحه. هذه هي دونك هما يديروا له. وهذا يا حمزه احيانا، عفوا الكسائي، علي بن حمزه الكسائي هذا يقول لك مرات كان يغلط، مرات كما كنا نقول لك نحويا، لا كيغلط في القراءه. اسمع مليح، وشكون اسمع بالعقل. يقول مسروق حدثنا سلمة عن العاصم عن الكسائي يقول الكسائي صليت بالرشيد، صلى مراه الخليفه هارون الرشيد، صليت بالرشيد فاخطات في ايه ما اخطا فيها صبي، طفل صغير ما يغلطش فيها وغلط. قال لعلهم يرجعين، هو يرجعون وقرها يرجعين. فوالله قال لك ما اجترأ الرشيد ان يقول اخطات. هارون الرشيد ما قالوش، يعرف القران هارون الرشيد، حافظ القران. قال له ما قالوش غلط، قال له اي لغه هذه؟ مش من اللغه هذه تاع يرجعين؟ يحسبها قراءه.
واش قال له؟ قال له يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد، لكل جواد كبوة، يعني قالوا أغلط، ما حبي يقول له غلط، قد يعثر الجواد يعني حصان مرات. قال له أما هذا فنعم، يعني لا تقول لي غلط أوكي، بس هو ما يعرفهاش هذا القراءة. قال لك سمعت الكسائي ثاني عن سلمة عن الفراء يقول سمعت الكسائي يقول ربما سبقني لساني باللحن، والمرات لساني يسبقني ونغلط. ما ماذا حتى اليوم سعيد يعني لا لا بس هذا إمام، هذا من أئمة الأئمة السبع، هذا من السبعة، ماشي كيف كي تغلط أنت، مش كيف يغلط الكسائي، ماشي كيف كيف تغلط أنت ويغلط العروس، ماشي كيف كيف هذا العروس غلط. هذا شغل مصحف، ماشي مصحف، ديك شغلة تاع أكسفورد غلط، ماشي كيما يغلط يغلط مذيع في تي اف ولا في التلفزيون ولا في الجزيره ولا ماشي ماشي كيما يغلط مذيع كيما يغلط ديكسيونير، ماشي كيف كيف ديكسيونير سي اون ريفيرونس. واش انا حابين نقولوا للناس، واش انا حابين نقولوا للناس، اذا سيد دوكا هاد لا ديسكوسيون صارت بين هارون الرشيد والكسائي موراها، بالك واحد كان يصلي مع هارون الرشيد ما سمعش وراح كتب يرجعين في مصحف كان يعدل فيه. ممكن 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 لانه الناس قلت لك الناس كانوا يسمعوا ويضبطوا. سي فور سيت التلاميذ هنايا تاع هذا الرواة تاع هذا القراء مهمين، لانك يقول لك انا فرض باش ندي على مصلي لومدا من لاخوسمي وندي على التلميذ تاعو ندي على الحجه، وهنا تولي مهمه، وهنا رانا نديروا هنا يبدا يصير التواتر، هنا يصير التواتر. الوغ هنا الكسائي ثاني مره اقرا في المنبر، على المنبر قرا لهم انا اكثر انا اكثر من كمال بالنصب، هي اكثر واقراها انا اكثر في سوره الكهف، انا اكثر من كمال بالنصب، فسالوه عن العله قالوا علاش قريتها اكثر، قال لك ثار في وجوههم شغل تر فيهم كما طار فيهم محاوها، كي طار فيهم محاوها. واش قال لهم بعد؟ واش قال لهم؟ قال لهم من يسلم من اللحن، شكون يسلك من الغلط، شكون ما يغلطش، معناتها شكون اللي ما يغلطش. راكم تقولوا لي كي شغل درت حاجه ما تندارش. انا شو سعيد هنا 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 نحبسك في حبسه، هنا نحبسك في حاجه. لو كان مثلا كي نديو الامام نافع ونديو مثلا تلميذ ورش باش لا بالك يكون غلط خطره سوج، بصح كي يكون يقري فيه، كي يكون يقري فيه يوميا، يعني انا نشوفها يكون يقري فيه يوميا، ما نظنش بلي انه يرتكب الخطا كل يوم. لا ماشي كل يوم، هو يقرا باستمرار يقرا للناس، ولكن ماشي معناتها كل ما يقرا يغلط، يغلط مره على مره إيه، يعني تسرالو واقوى اعترف قال انا تسرالي في بعض الاحيان يسبق لساني، لسانه يسبق بالغلط باللحن إيه. يقدر يسرى. زيد اللي بعده ابو جعفر المدني، ابو جعفر هذا ثاني يزيد بن القعقاع المدني، اسمه يزيد بن القعقاع المدني، مذكور عند الذهبي في سير اعلام النبلاء الجزء الخامس. هذا يا بون الور هنا ثاني هذا ثقه، هذا في الحديث ثقه، وثقه ابن معين والنسائي. اللي بعده يعقوب البصري، يعقوب عند القراءة السبعة، عند القراء السبعة ما تكملش العشرة خلاص أوكي، لأنه هذو مال الناس يتعبد به، هذو من المهمين. لا معليش، يعقوب البصري، يعقوب البصري هو ابن إسحاق بن زيد، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق البصري، الإمام المجود الحافظ مقرئ البصرة، صح. هذا يعقوب البصري ثاني كان اسمع هذا، قال لك كان يقرئ، وهذا الذهبي يقول كان يقرئ الناس علانية بحرفه بالبصرة في أيام ابن عيينة، يعني سفيان ابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي والقاضي أبي يوسف، قاضي أبي يوسف، أبو يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة مشهور، ومحمد بن الحسن ثاني الشيباني تلميذ أبو حنيفة، ويحيى اليزيدي وسليم والشافعي ويزيد بن هارون وعدد كثير من أئمة الدين. اسمع مليح، فما بلغنا بعد الفحص والتنقيب أن أحدا من القراء ولا الفقهاء ولا الصلحاء والنحاة ولا الخلفاء كالرشيد والأمين والمأمون أنكروا قراءته، واحد ما كان ينكر القراءة تاعه ولا واحد ما كان يمنع من القراءة، صح. إذن هذا يا هنا رانا يعقوب البصري، هنا رانا خرجنا من السبعة، أنا رانا دخلنا في ما بعد السبعة. ثلاثة هذوك اللي يقول لك هنا كاين كلام مهم جدا للذهبي في هذه النقطة. هذا يعقوب البصري روايته ما كانتش من السبعة، كانت خارج السبعة، يعني رواية مشهورة مشي متواترة
عند المختصين في القراءات اوكي عند ائمه القراءه يقول لك بعد السبعه ماشي متواتر مشهور وفوق العشره يقولوا لهم قراءات شاذه. ذكرنا بين السبعه والعشره هذو ثلاثه منهم يعقوب البصري هذا قال لك كان من الاحسن نكملوا في الحلقه المقبله بس كان وصلنا الوقت خلاص اوكي المره الجايه نكملوا في نفس الموضوع على القراء اللي بعد السبعه اللي بعد السبعه. أوكي.